الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ تقوى الإله بها فلاح حياتنا. هل من ضمن هذه الليلة ومن أعمال هذه الليلة المباركة هو الصلاة 100 ركعة، ثم القراءة سورة القدر بألف مرة، وثم بعد ذلك الغسل في أوله والغسل في آخره. ومن أعظم هذه الأعمال هذه الليلة هو زيارة الإمام الحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. ليالي القدر من أعظم الليالي عند الله، وتبدأ ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23. تحيي الشيعة في العراق وفي كافة الأرجاء المعمورة هذه الليالي. والليلة التي تكون فيها أحياء الزيارة بشكل كبير وملحوظ هي ليلة 23، حيث يشرع أهالي كربلاء في أحياء هذه الليلة المباركة ليلة القدر بعد الإفطار مباشرة. عادات أهالي كربلاء في ليلة القدر تبدأ في ما يسمى بتوزيع الثواب، وهي عادة يشرع فيها العديد من أهالي كربلاء المقدسة بتوزيع مأدبة إفطار على الجار أو على بعدد من العوائل المتعففة.